السلام عليكم. اجتماعات عديدة عقدها القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خلال الأيام الأخيرة دون أن يحسم موقفه النهائي من استئناف جلسات الحوار التمهيدية مع النظام، حيث انقسمت الأطراف داخله بين من يدعو إلى استئناف هذه الجلسات وبين من يقول بعدم استئنافها قبل تقديم رد مكتوب على الممهدات التي سبق وأن تقدم بها المنتدى. بين الموقفين إذن بقي الموقف النهائي للمنتدى بقي عالقا في انتظار الحسم النهائي، وبقي الطرف الآخر ينتظره بعد أن كان هو المنتظر. معنا لنقاش هذا الموضوع في هذه الحلقة من برنامج المشهد مشاهدينا الكرام الأستاذ المصطفى والعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. أهلا وسهلا سيد الرئيس. مرحبا. إذن سيد الرئيس، القطب السياسي للمنتدى لم يستطع بعد الحسم في موقفه النهائي من استئناف جلسات الحوار التمهيدية، ألا يعكس هذا وجود خلافات حقيقية داخل المنتدى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآن لا، أنا أظن أنه سابق لأوانه الكلام عن خلافات. ما يوجد في المنتدى هو أن المنتدى متكون من جماعات مختلفة، يعني روافد شعبية، والأخذ القرار فيها يطلب تشاور بين الكثير من الناس، وكما تعلمون إذا كانت الناس معتبر كلها معتبر رأي وكلها ضروري أن يصبح عليه حتى يأخذ القرار المناسب حسب طرقه العادية، هذا يأخذ وقت. الآن فعلا في القطب السياسي خاصة الأقطاب كلها الأخرى كلها أخذ موقف من الموضوع، وفي القطب السياسي فيه نقاش، وبطبيعة الحال أعصب وأثمر ونقاشات فيه بطبيعة الحال موجودة. وأنتم تعلمون بأن القطب السياسي متكون من أحزاب سياسية كلها مستقلة، وكلها عنده مشاربه الخاصة، وكلها عنده تجربته الخاصة، إلا أن الجميع عنده تجربة من النظام الحالي. لكن الآن داخل القطب السياسي هناك بالأساس موقفين أساسيين، من يدعو ويرى بضرورة الدخول في جلسات حوار تمهيدي استئنافها مع النظام، ومن يقول بعدم ذلك قبل تقديم الجواب أو الرد المكتوب على الممهدات. نعم، ربما يكون هذا هو الموجود، إلا أن في الطرفين الموقف المشترك اللي لا غنى عنه هو بأن في المنتدى، وهذا قرار سابق وهو اللي تكون عليه المنتدى، أن ضرورة الحوار بين المعارضة والنظام إذا كان ممكنا. الواقع هو بأن فيما مضى في الشهر القادمة كانت فيه جلسات بين المنتدى والنظام الأشهر الماضية، ومن المعروف بأن النظام هو اللي وقف يعني الجلسات اللي كانت موجودة، وطلب في وقت ما من المنتدى أن يكتب له ما يهتم به، وحصل ذلك، وطلبنا من النظام أن يرد على هذا ولا وجدنا رد، وأخذ النظام طريق هاني.
نحن طيب لا نتبع لكن حوار. هذا كان موقف موحد بالنسبة للمنتدى، المنتدى ككل كان يرى بعدم الدخول في الحوار قبل تقديم رد مكتوب على الممهدات التي تقدم بها، لكن الآن نحن أمام موقفين، أحدهما يدعو إلى الدخول في هذا الحوار والآخر يرفض قبل تقديم الرد المكتوب على الممهدات، ما الذي استجد حتى يجعل البعض يرى بضرورة الدخول قبل تقديم هذه الممهدات أو لا الرد عليه؟ لا لا لا، خلينا نقول لك بالتحديد ما يجري. ما يجري ليس بأن فيه البعض ترك ما كان موافق عليه وفيه البعض ملتزم به، هذا غير صحيح. الجميع ما الصحيح إذا؟ الصحيح أن الجميع متفق على أنه لابد أن يكون له غدا مكتوبا، إلا أن ما مطلوب الآن وما طلب النظام بعد تصرفاته الماضية هو اللي رجع حسب طلبنا لما كان يجري بيننا وطلب أن نلتقى من جديد. وبالتالي هذه قضية إلى حد ما شكلي. المطلوب هو أن النظام طلب من رئيس المنتدى أن يتلاقى مع رئيس وفد السابق للنظام. هي دعوة إلى استئناف تلك الجلسات من جديد. هي دعوة لاستئناف الجلسات من جديد. فيه البعض يقول نعم، سنة من المعقول أن نتصل، وبالتالي نرى إذا كان فيه إجابات حسب ما 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 ما, ما, ما هو طلبنا فنشرع في الحوار، وإن لم يكن فنبقى على حالنا. فيه البعض يقول لا، هذا ليس ضروري، ليس ضروري أن نتلاقى، نحن كتبنا له وعليه أن يصدر كتابه لنا فيما مضى. وبالتالي قضية شكلية، وال يعني المشكلة الحقيقية بيننا هو من يطلب أن نتلاقى من جديد حتى نسمع ما عند النظام من جديد بالنسبة للرد الذي نطلبه. هذا الموقف ألا تتبناه أغلبية داخل هذا المنتدى؟ هذا الموقف يتبناه أكثرية المنتدى، هذا لا شك فيه، إلا أن نحن لا نأخذ القرارات بالأكثرية، نحن نأخذ القرارات بالإجماع، وحريصين جدا كلنا بالأي طرف أن نبقى متحدين ويكون عندنا قرارا متحدا. وعلى كل حال سيكون، هذا لا شك فيه، لأنه ربما يأخذ قدر من الزمن، لأن ما لا فيه طريق أخرى إلا محاولة الحوار. فعلا فيه إشكالية، هو بأن الجميع، البعض يقول سنجرب من جديد إذا كان اللقاء الشكلي سيوحي بأن النظام من جديد سيرد علينا بما يشفينا ويمكننا أن نستمر في الحوار لكن هذا تقريبا، هذا الأخير بات هو الموقف يعني شبه النهائي لدى المنتدى، إلى درجة أنه شكل لجنة لمحاولة إقناع تلك الأطراف الأخرى التي تقول بعدم المشاركة قبل تقديم رد مكتوب. طيب في حال يعني لم تقتنع هذه الأطراف، هل سيقدم المنتدى على الحوار؟ أنا متأكد تماما بأن كل الأطراف ستقتنع، وكل الأطراف سيكون عندها موقف موحد بأن لا شك بأن لابد أن نرى إذا كان النظام فعلا بعد تصرفاته وبعد ما 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 قدم عليه ظهر له بأنه ما فيه طريق ثانية لحل مشاكل البلاد المطروحة إلا أن يكون في حوار جاد مع المعارضة. لابد أن يكون في حوار، والمعارضة ليس لها طريق ثاني إلا الحوار، وبالتالي سيكون فيه، وغدا إن شاء الله سيكون فيه اجتماع
للقطب السياسي حتى يأخذ قرار نهائي من هذه القضية. طيب لنبقى في ذات القضية، في حال مثلا بقية الطرفان أو الأطراف المناهضة لاستئناف الحوار والمعارضة له، في حال تمسكت بموقفها من عدم الإقدام على هذا الحوار، هل سيذهب المنتدى مع هذا الموقف ما دام يأخذ الأمر بالإجماع؟ أنا لا أراهن على هذا لأننا كلنا حريصين. طيب بصرف النظر عن عدم المراهنة، في حال حصل يعني أين سيذهب المنتدى؟ أنا أظن أن ما في حد عنده إصرار بأنه يشق المنتدى يعني يلقيها للحائط، هذا لا أظنه ولا لكن لديه الحق في التمسك بما يراه يعني مناسب يعني وما يراه إذا تمسك به أدبيا هذا ممكن. نحن عندنا مشاعر مختلفة ولا غرابة إذا كنا عندنا آراء في بعض الأحيان مختلفة، إلا أن هذا لا يكون تفكيكا ولا يكون صداما، لأن في طريقين، إما نرى أن النظام شيئا فشيئا يظهر بأنه جاد في الحوار ولا بد أن يكون في حوار والجميع سيمضي في الموضوع. لكن حينما يقدم المنتدى على تشكيل لجنة اتصال لمحاولة إقناع هذه الأطراف التي لا ترى بضرورة الإقدام على الحوار قبل تقديم رد مكتوب، ألا يشي هذا بوجود فعلا خلاف بدأ ربما يتعمق؟ لا، لأن فيها قضايا الحقيقة في الوقت اللي طرحت فيه القضية كان بعض الأحزاب عندها نظامها وعندها يعني عدم حضور الفاعلين فيها، وهذا أخر القضاء، وبالتالي عندهم طرق أخذ القرار، وإذا كان في خلافات داخلية في جزء معين من الطبيعي الآخرين يكون عندهم الصبر المناسب حتى يظهر أن الأمور يعني الأرض شربت معها، وبالتالي يعني يأخذ فيه قرار موافق للجميع. ولا يتصور حد بأن من غير يعني من الواقعية ولا من الحكمة أن يكون في المنتدى أناس ضاربين عن الحوار، لأن ما في طريق ثاني، هذا هو اللي يقوله الجميع وهذا هو اللي اتفقنا عليه وهذا هو اللي يعني حصلتنا العامة، والأطراف كلها هذا هو فيها في يعني الجزء السياسي من المنتدى في فعلا أطراف تقول بأن ربما هذا ما هو ضروري، وبالتالي تحاول بأن يكون جوابنا للسلطة بأن نحن باقينا على حالنا، والآخرين لا يروا هذا، لأن على كل حال إذا كانت القضية شكلية أطلب أن يلتقى فرد أو فردين حتى يتفاهما، إذا كان فيه جواب إيجابي بالنسبة لما نطلبه جميعا فنمضي في الحوار، وإن لم يكن فنبقى على حالنا. لكن أنتم في المنتدى حينما كنتم تشترطون تقديم رد مكتوب على الممهدات التي تقدمتم بها قلتم إن ذلك من أجل بناء وخلق ثقة بينكم وبين النظام، الآن أغلبيتكم تنادي باستئناف جلسات الحوار التمهيدية، هل بدتم تثقون؟ لا ننادي الأكثرية كما تقول، مع أني قلت لك بأن احنا لا نأخذ قراراتنا بالأكثرية ولا أقليل، لكن قلت قبل ذلك يعني أن الأكثرية في تدعو فعلا إلى الإقدام على هذا. إلى أخذنا آراء الناس كلها هذا يجوز أن نقوله، إلا أنه الموضوع ما مطروح فيه إما نذهب ونكون جلسات للحوار أو لتمهيدات الحوار، هذا ما هو المطلوب، المطلوب صيلة مباشرة مع رئيس وفد النظام، لأن حتى الآن لا نعرف كان النظام عنده وفد والله ما هو عنده، لأنه الصيلة اللي جرت بنا هو بأن رئيس المسؤول يعني الوزير اللي مسؤول مكلف النظام من جديد بقضية الحوار اتصل برئيس تواصل هاتفي برئيس المنتدى وطلب منه أن يلتقى حتى
يشوفوا الحالة اللي ممكن نستبدأ بها الموضوع. هذا هو اللي مطرح. ما فيه جلسات ولا فيه. نحن لا نتخالف على هذا، نتخالف على هل من الممكن أن التصل أن رئيس المنتدى يكون بينه لقاء هو وفرد معه هو وحده مع رئيس وفد الحكومة ويشوفها معا. ما المطلوب؟ رسالتنا هو بأنه يقول له من جديد مطالبنا ويشوف الحالة اللي هذه المطالب المكتوبة الصفة اللي قد تعدل بها. إلى عاد هذا هو اللي لا يخلق. نحن سنمضى في الحوار. يعني ما جاء أنا بصفة مكتوبة بطريق أو سندرسه وسنقومه. إذا كان مرضيا بالنسبة لنا سنذهب إلى الحوار، وإن لم يكن مرضيا بها سنبقى على حالنا. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من استئناف اللقاء مع النظام. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها تباين المواقف داخل المنتدى بشأن الموقف النهائي من استئناف لقاءاته مع النظام. إذن السيد الرئيس، يعني السياق الذي يأتي فيه هذا الحراك المستجد بشأن الحوار يأتي بعد دعوة تقدم بها يعني الرئيس الدوري للمنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة، حينما دعا النظام إذا كان فعلا كما قال جديا في الحوار عليه أن يستأنف جلسات الحوار التمهيدية. الآن بعد أن اتصل الأمين العام للرئاسة بشأن استئناف هذه الجلسات، إذا بالرؤى تتباين داخل المنتدى بشأنها، هل دعوة الرئيس الدوري جاءت قبل أن يستطلع آراء المنتدى بشأن الموقف، أم أنه كان يرى باستحالة استجابة الطرف الآخر؟ لا، يعني ما قاله هو ما كنا نقوله سبقا. الواقع والحقيقة هو بأن النظام بعد محاولات معينة وتصرفات معينة، وأنا هنا في هذا يعني المقام لا أود أن أصفها بالصفات السابقة، لأن ربما نتجه إلى حوار، وبالتالي خصمنا رأى بأن ما كان يتصرف عليه، بأن ربما البلاد لها مصلحة بأن تكون أكثر جدية، وأنه يتلاقى مع طيف المعارضة كلها. وأنتم تعلمون أن المعارضة يعني متكونة من جزئين الآن، فيها المنتدى وأطرافه المتعددة، وفيه يعني تجمع ثاني كتلة المعاهدة. وتعلمون أن كتلة المعاهدة عندها نشاط في الأطياف كاملة، وتتصل بالجميع حتى نكون رأيا موحدا معا. إذا كان التحليل اللي وهمت عليه شيئا حقيق ودقيق، هو بأن النظام يرى من جديد بأن مصلحة البلاد تتطلب منا جميعا أن نتحاور تحاورا جديا حقيقيا ممكن أن يخرج منه الصواب وتوطيد للديمقراطية، ويعني تجديد لقيادتها. طيب، لكن دعوة رئيس المنتدى يعني كانت صريحة، دعا إلى استئناف جلسات الحوار التمهيدية كتعبير عن جدية النظام في هذا الحوار. حينما اتصل النظام يعبر عن الاستعداد، إذا بتباين الرؤى يعني يسيطر على المنتدى ولم يستطع بعد حسم موقفه، هل كانت الدعوة مجرد جس نبض فقط؟ لا، هذه الدعوة كانت عندنا كلنا، وكانت هي موقفنا، لأن في مناسبة تنصيب القيادة الجديدة للمنتدى كانت فيه كلمة وجاء فيها هذا الكلام، أجاب عليه
الوزير المكلف من طرف السلطة بالحوار بأنه مستعد لصيلة جديدة، وبالتالي هذا النقاش فيه طبيعي، فيه جزء شكلي هو الصيلة، إلا أنه في ضمنه ضرورية جس نبض حقيقي للوضعية اللي احنا فيها كلنا، وأنا متأكد تماما من الأطراف كلها يعني ما يخص المنتدى بصفة خاصة أنها جادة في إيجاد الحلول المناسبة، إلا أن الجميع حقيقة مرة يعني تجربة مرة مع النظام، وفيه البعض اللي عنده مرارة أكثر في الموضوع، وبالتالي ما دمنا قلنا مسبقا أن ضروري أن النظام يعني يعطينا بجواب مكتوب راهو خلوه يعدلها، والله ما يعدلها، لا، نقول بأن النظام كانت عنده تجربة ورأى بأنه ربما طيب استجابة النظام الآن وضعت المنتدى على المحك، حيث لم يستطع حتى الآن تحديد الموقف النهائي ولم يستطع حسمه. هذه قضية مؤقتة وقضية شكلية، أنا أؤكد لكم بأن سيكون فيه قرار وأن سيكون فيه يعني إجماع للمنتدى، وأن المنتدى ما عنده أي أجندة إلا أجندة الحوار، إلا أنه يطالب بحوار جاد، حوار حقيقي من طبيعته أن يخرج البلاد من الوضعية اللي هي فيها سياسيا. طيب الطرف الآخر ممثلا في النظام يبدو هذه المرة أكثر تفاؤل بشأن انعقاد الحوار وبشأن مشاركة مختلف الأطراف فيه عكس المرات السابقة، ربما هل قدمتم له تطمينا بأنكم يعني ستتجاوزون هذا الإشكال الآن وستقدمون على الحوار أم ماذا؟ نحن لن نقدم شيئا حتى الآن إلا ما قدمناه مسبقا، يعني لأن ما ماضونا في استمرارية مطالبة الحوار الجاد، الحوار الحقيقي، الحوار اللي يضمن أن كل الأطراف السياسية والاجتماعية واللي عندها دور في البلاد أنها حاولوا نحلوا مشاكلنا على طول، ونختبر إذا كان النظام يهتم بمراوغة جديدة هذا سيظهر بسرعة، ولن نقدم على الحوار مهما كانت، لأننا جميعا مهما كانت يعني تباين بين آرائنا فيما يخص يعني الشكل وعدمه، مهما كان هذا التباين، إذا كان النظام ليس جادا لن يرى أحدا من المنتدى يشاركه في الحوار. لكن أنتم من قبل وضعتم أنتم كلنا. طيب أنتم من قبل يعني وضعتم كمقياس لمدى جدية النظام بشأن الحوار، وضعتم تلك الوثيقة التي تقدمتم بها وطلبتم بالرد المكتوب عليها على اعتبار أنها ستعبر عن مستوى، يعني مستوى الرد عليها سيعبر عن مستوى استجابة وجدية الطرف الآخر. الآن بعضكم ينادي بالإقدام على جلسات تمهيدية، هل يشي هذا بأنكم ستتخلون تدريجيا عن هذه؟ بعض ينادي بلقاء حتى نتأكد من أن النظام مستعد أن يرد علينا بصفة رواية محكومة بلي يعني لكن ما طلب بها رئيس الدوري للمنتدى ليس مجرد لقاء عابر هكذا، هو طالب باستئناف جلسات حوار تمهيدية، طالب باستئناف حوارات جديدة، طلب منه الآخر أن يلتقي هما الاثنين يعني حتى ينظم، ربما هذا في هذه الحالة لقاء اثنين بصفة غير شبه غير رسمية ويحاولوا أن ينظم يتفقون على إما شكل الرد
وبالتالي من يجلس إلى أن يكون هذا الرد؟ هل هم مستعدون على أن يردوا مباشرة حسب رأيهم ونحن ندرس كذلك؟ هل مستعدون أن يناقشوا يعني نقطة نقطة ويعرضون علينا حتى نوافق؟ هذا هو اللي بطرح. وبالتالي الأصيلة المطلوبة ما هي اجتماعات تمهيدية للحوار، ومطلوب أصيلة إياك ينظم بها ذوك الاجتماعات اللي ربما هي تصبح ضروري. طيب هل يفهم من هذا أنه في كلتا الحالتين سواء أقدمتم على هذه الجلسات أو لم تقدموا، لابد لأي حد أنتم مكتوب. متمسكون بهذا الرد المكتوب؟ نعم. الذي يتمسك به البعض. نعم. الآن. نعم. وتحاولون إقناعه بالإقدام. نعم. قبل. نعم. الرد. نعم. المكتوب. نعم. عليه. نعم، احنا متمسكون تماما برد مكتوب، إما رد مباشر من النظام وسنترسه، وإما رد يعرض علينا وندرسه وربما نتوافق عليه. هذا هو هذا، إلا أن لابد من لن نقدم على الحوار بدون شيء مكتوب. لكن الطرف الآخر يرى بأنه يعني هو استجاب للطلبات أو الممهدات التي تقدمتم بها ورد عليها شفهيا، هل بيتم الآن تريدون الرد حتى ولو شفهي بعد أن رفضتم؟ رد عليها شفهيا هذا لا يكفي، لأننا لا نكتفي برد شفهي، نحن نطالب بشيء مكتوب ومعروف وموثق، هذا هو اللي نحن نطالب به. وبالتالي في طريقي، إما كتاب من طرف النظام ونحن سندرسها ونرد عليها، وإما أفكار من جديد كما طرحت مسبقا تعرض علينا رسميا وتقنن وندرسها وربما نتوافق عليها. طيب يقال بأن حزبا تكتل القوى الديمقراطية وإناد هما أبرز الأحزاب المناهضة لاستئناف الجلسات التمهيدية مع النظام، هل فعلا هما الحزبان المناهضان لهذه الجلسات أم هناك أحزاب ربما أخرى ترى بنفس الموقف؟ أنا أقول لك أن في أحزاب، أنا يعني ما أتكلم عن أحزاب، أنا ممكن أن أتكلم عن حزبي الخاص وعن المنتدى، إلا أن حزبا هذا لا أتكلم. طيب هل هناك أطراف؟ يعني هل هناك أكثر من حزبين أم هناك فقط يعني فيه أطراف؟ ما ولو كان حزبا واحدا بالنسبة لنا هذا نفس النتيجة، لأن قراراتنا تؤخذ بالإجماع، وما دمنا جازمين على أن نبقى في يعني اجتماع في تنظيم واحد، لابد أن نحصل على تفاهم بيننا حيث نستمر بحالتنا، لأننا لا نقبل أبدا أن نتفرق، ولا سيما على شيء غير 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 ذات أهمية ولا مبدئ. طيب ما موقف حزب التجديد الديمقراطي وأنتم ترأسونه؟ هل هو يدعو فعلا إلى الإقدام والقدوم على هذا الحوار أم يرى بما يرى به الطرف الآخر؟ التجديد الديمقراطي يدعو لاختبار، ما دام النظام اتصل بالمنتدى فيجب أن يعني الشخص أو هم من بقى من طلب أن يكون معه يلتقي بالوزير المعني ويرى معه كيف يلبى المطلب اللي عند المنتدى، وبالتالي إذا كان فيه شيء مقنع ونجزم عليه ونستمر به، وبالتالي تكون فيه الجلسات التمهيدية المناسبة والحوار بعدها، وإن لم يكن فنبقى على حالنا.
إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ مصطفى العبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.